مشاهدينا أهلا بكم، وما زالت التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار قائمة مع دخول فصل الشتاء وشعور الجميع بموجات برد ليلا خفيفة، فتستمر الحالة دي على بعض المناطق وهيزيد فرص سقوط الأمطار. أما عن حالة الطقس فهنتابع مع بعض دلوقتي. فيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا شمال الصعيد وجنوب سيناء، وهيكون الطقس بكرة بحسب الكلام اللي قالته هيئة الأرصاد الجوية معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد. وخلال ساعات الليل هيكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وعن مناطق فرص سقوط الأمطار المتوقعة خلال الطقس، هيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومناطق شمال الوجه البحري، وهتمتد الأمطار أيضا إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وبتشهد مناطق شمال الصعيد خلال الطقس وجود أمطار خفيفة على الصحراء الغربية للبلاد بنسبة 30% تقريبا، وبتكون أجواء الطقس غائم جزئيا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضا شمال الصعيد. أما عن حالة البحرين خلال الطقس، هيكون المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه هيتراوح ما بين متر ومتر وخمسة وسبعين، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وعن حالة البحر الأحمر خلال حالة الطقس، هيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج هيتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونص، والرياح السطحية شمالية غربية. وكمان نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس بتشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وبحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم متوقع أن توصل نسب سقوط الأمطار رعدية أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومع تقدم ساعات النهار سوف تصل إلى مناطق من مدن القناة وشمال سيناء مع تقدم الوقت. أعزائي المشاهدين، عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم هتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة للعظمى والصغرى هتكون 20 درجة، السواحل الشمالية 26 درجة للعظمى والصغرى 17 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 درجة للعظمى والصغرى هتكون 22 درجة، شمال الصعيد 28 درجة للعظمى والصغرى 18، جنوب الصعيد 31 درجة للعظمى والصغرى 20 درجة. أعزائي المشاهدين، دي كانت كل أخبار الطقس الخاصة كل أخبار الطقس اللي هنعرضها على حضراتكم، وخلصت تغطيتنا وإلى اللقاء.